الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم سيد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء سادة أعضاء لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة السادة المكونين السادة المكونون أي زملائي زميلاتي الإعلاميين والإعلاميات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد بوجودي معكم الآن في ختام الدورة التكوينية الشاملة التي ينظمها صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والتي تستهدف المزيد من تعزيز كفاءات وأداءات الإعلاميين الموريتانيين في المجالات الفنية والقانونية وفي المجالات التحريرية ولكن كذلك والتي تستجيب لتحدي متزايد يقتضي من المهنة الإعلامية المزيد من التحيين والتحسين ويتطلب من الاعلاميين ايضا المزيد من مواكبه التطورات الحاصله في المشهد الاعلامي خدمه لتقديم عرض اعلامي نوعي لصالح مستهلك الماده الاعلاميه. شكر خاص لكل الذين واكبوا هذه الدوره طيله ايامها وطيله مساراتها وكانوا يستجيبون في ذلك لنوع من التطلع المحمود لدى الاعلاميين لتحسين ورفض وتعضيد كفاءاتهم المهنيه. في سوق وفي عهد السماوات المفتوحه وفي سوق يتزايد الطلب على العرض النوعي الاعلامي بها. لذلك اشكركم واجدد لكم الشكر على هذه المواكبه الدائمه التي اطلعتم بها طيله عمر الدوره التكوينيه هذه والتي تعكس تطلعكم الدائم الى المزيد من الاستزاده المعرفيه والاستفاده المهنيه. فيما يخص تحيين الادوات التي تستخدمونها من اجل نشر وبث الاخبار ومعالجتها وفق الطرق المهنيه المطلوبه. شكر خاص لعمداء المهنه من مكونين واكبوكم خلال هذه الدوره التكوينيه لانه العمليه التربويه والعمليه التكوينيه هي عناصر تتكامل يتدخل فيها البعد المرتبط بالاعلامي كممارس ولكن كذلك بالعميد ربي وبالمنظومة التربوية والسياق الحاضن كالمدرسة الوطنية الإدارة ولها شأن كبير بعملية تدعيم الفعل التكويني بالنسبة لبلادنا منذ تأسيسها مطلع الستينيات وإلى الوقت الحالي اطلعت وتطلع دائما بهذا الدور الكبير لا يفوتني هنا أن أشكر أيضا اللجنة المكلفة أو لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لأنها تتوج باختتام هذه الدورة سلسلة المسارات التي رسمتها طيلة سنة من العمل تمهينا ودعما للتكوين ودعما للمقاولات والمؤسسات الصحوبية ومواكبة للإعلاميين شكر لها خاص على الدور الذي طلعت به كما تعلمون البلد يدخل منذ عدة سنوات في مسار إصلاح إعلامي أطلقه مقامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بعد تأسيس اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام وتبني الحكومة لمخرجاتها والبدء في تنفيذ تلك المخرجات والتي تستهدف أو تجعلنا ضمن مسار غايته التمهين وبوصلته التمكين غايته التمهين بمعنى كل المساعي والمبادرات التي قيم بها سواء بمراجعة النصوص الناظمة للحقل الإعلامي أو بزيادة الدعم والموارد المقدمة للصحابة الخاصة تستوسل للحصول إلى غاية الوصول إلى غاية واحدة وهي المزيد من تمهين الصحفيين في تمهين الصحفيين وفاء لمتطلبات المهنه ولكن كذلك مساهمه فعليه في تكريس حق المواطن بإعلام نوعي مهني بعيدا عن كل المزالق الاخلاقيه او المهنيه التي يمكن ان تمس وكما تعلمون فان المشهد الاعلامي في بلادنا كما في العالم يشهد تطورات متلاحقه تقتضي من الصحفيين العمل الدؤوب على تحيين ادواتهم الادوات التي يستخدمونها خدمه للقارئ للمشاهد وللمستمع. وتتنزل هذه الدوره ضمن سلسله مسارات التكوين التي ابرقتها السلطات العموميه من اجل المزيد من تمهين الصحفيين. يجري العمل كذلك ضمن مسار تمكين هذا على مراجعه المنظومه الحاضنه للمشهد الاعلامي سواء باستصدار مشروع قانون الدعم العمومي المندمج للصحافه الخاصه تمكينا توسيعا وتنويعا لاليات الدعم. او سواء باستصدار مشروع قانون المرتبط بالصحف المهني دعما لتمهين الصحابة وكذلك الشان بالنسبه للاذاعات الجمعويه والمرسوم الخاص بها وكذلك الشان بالنسبه لبطاقه الصحفي التي سيترتب على حملها تترتب على حملها امتيازات ماديه ومعنويه سواء من حيث النفاذ الى مصادر الاخبار او من حيث التمكين للصحفيين من اداء مهامهم بكل مسؤوليه وبكل مهنيه. هذه هي ترسالة قانونية يجري إعدادها وبدأ العمل في تنفيذها سيما فيما يرتبط بالسلطة في العليا في الصحافة والسمعيات البصرية توسيعا لمهامها وتعزيزا للبعد التمثيلي لجسم الصحفي بها وللطيف المعارض في أيضا وهي مكاسب يجب عليكم أن تتملكوها كإعلاميين لأنها حسنة تنضاف إلى الحسنات التراكمية التي تتحقق لصالح المشهد الإعلامي بموريتانيا اود كذلك ان اشير الى ان طبيعه المخرجات الاعلاميه او التكوينيه التي قم بها الان تعضد هذا البعد التكاملي للمهنه الصحفيه بمعنى تم التكوين على الجوانب التحريريه كما اشار المدير العام ولكن تم كذلك التكوين على الجوانب الفنيه وكذلك الشان بالنسبه للمنظومه القانونيه المؤسسه للمشهد الاعلامي بصفه عامه وفي هذا وعي متزايد باهميه تحمل الصحفي الصحفيين والصحفيات بمسؤولياتهم كامله والمامهم بكل متطلبات والمداخل المهنيه للمشهد الاعلامي بموريتانيا امل ان تكونوا قد استفدتم وهذا تاكيد هذه التكامليه في مدخلات التكوين الاعلامي ثمة نقطة أخرى ترتبط بأنه في هذه الدورة التي استفاد منها مئة صحفي وصحفية استفاد الصحافة الناطقة بالعربية والناطقة باللغات الوطنية بولارية والصنوكية والمروبية وكذلك الناطقة باللغة الفرنسية كما استفاد الفنيون واستفادت الصحابة الجهوية ولدي إشارة ترتبط فيما يرتبط بتعزيز حضور اللغات الوطنية ونحن الآن بمدرسة الوطنية للإدارة حرصت السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية على المزيد من إدراج اللغات الوطنية في المنظومة السياق الإعلامي ببلدنا سواء باشراكها وادماجها للبرامج التكوينيه للسلطه العليا للصحافه والسميات البصريه وسواء عبر فتح جوائز التميز الاعلامي بعدما كانت محصوره بالعربيه والفرنسيه امامها وبنفس المساواة مرتبطة بالبولارية والصونكية والورفية وسواء بالتنظيم المنتظم لدورات تكوينية لصالح العاملين باللغات الوطنية لأننا في ذلك الوقت نؤمن التصالح مع متطلبات المهنية ومتطلبات تعزيز الذاتية الثقافية على تنوعها الأخاذ وتعددها البناء ونخدم بالوقت ذاته المزيد من تكوين الصحفيين وتوفير عرض نوعي لكل المجموعات الوطنية وبطريقة مهنية لذلك نحن الآن في المدرسة الوطنية الإدارة وتعتبر في حد ذاتها مؤشرا متزايد ومحمود للمزيد من إدخال اللغات الوطنية خدمة لمرتادي المرأة العمومي أو للمتقاضين في العدالة وهذا ما جعل السلطات العمومية تسعى إلى إدراج اللغات الوطنية ضمن مفردات التكوين الأكاديمي بهذه المدرسة أيضا النقطة الأخرى المرتبطة بزيادة إعلام القرب والاهتمام بالصحابة الجهوية المرة الثالثة السنة الحالية والسنة الماضية أيضا تم تنظيم الدورة بشكل أو تصور الدورة بشكل يؤمن استفادة الصحابة الجهوية وفي هذا ايمان باهميه لا مركزيه الخدمه التكوينيه المقدمه للاعلاميين وحضر ممثل كل الولايات ال الى الى المدرسه الوطنيه الاداره ونامل ان يتم تفكيك تلك الاحتكاريات من خلال الوصول اليهم والانتقال اليهم بدل الانتقال الينا ولكن في حد ذاته استفاده الصحابة الجويه والحرص على استفادتها هو نوع من الايمان بضروره تعميم الاستفاده والانتفاع هذه الدورات التكوينيه لفائده كل ينا. كل كل الصعوبيه اختم بالاشاره تجديد الشكر لكم جميعا والتنبيه الى ان التحديات التي يشهدها المشهد الاعلامي وطنيا ودوليا تفرض المزيد من تحيين وتحسين الادوات المستخدمه وصولا الى تقديم عرض اعلامي نوعي لمشاهديكم لقرائكم لمستمعيكم ولكنها تفرض كذلك الاحاطه بالمنظومه القانونيه بظل عهد او بعهد السماوات المفتوحه الفضاءات الانترنت المنتشرة يتطلب الأمر أن نعزز المزيد من سيابية المعلومة لكن الحرص على أن نضمن تلك الانسيابية بتوبير المزيد من الحصانات القانونية والمهنية في أدائنا ولذلك تم داخل الدورة إدراج تكريس قيم المواطنة ومحاربة الأخبار الزائبة والإعلام المضلل خدمة للمواطن وحرصا على الانسجام الاجتماعي وخدمة للصحفيين وضمان وتامين اطلاعهم بمهامهم المسنده اليهم وهي مهام عظيمه لتحقيق او الاطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعيه والمهنيه وبالتوفيق بين متطلبات رفع منسوب الحريه ولكن كذلك في الوقت ذاته افعال وتملك حس المسؤوليه الاجتماعيه بما تعنيه من وعي بالخطر المتزايد من الاستخدام غير المهني لوسائل الاعلام والضغط المتزايد من اجل المزيد من تمهيد الحقل سواء اعلامي بالنسبه للاعلاميين او سواء بالنسبه لكل مستخدمي هذا الفضاء ليعلموا بان لمجتمعهم عليهم حق وبان لمسؤوليتهم ومهنتهم عليهم واجبات ايضا تفترض الاطلاع بها بكل حرية وبكل مهنية وذلك تم إدراج مفردات محاربة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي ضمن متطلبات هذه الدورة آمل أن تؤمن تكون هذه الدورة قد أمنت المزيد من استجازتكم واستفادتكم المعرفية أن تنقلوا مضامينها في يومياتكم المهنية التحريرية وفي مساركم العملي أجدد الشكر للمدرسة الوطنية للإدارة ولكل القائمين على تنظيم هذه الدورة مكونين ومكونين وإلى مرحلة جديدة إن شاء الله من المزيد من التمكين لفائدة الصحفية الميدانيين السلام عليكم ورحمة الله.